شفت يا شلومو، البنت كان كل همها الفلوس وبس. يا شلومو، هاي حبيبي. لسه مخلصة دلوقتي. لا مفيش داعي تتعب نفسك، انا عارفة المكان كويس. نص ساعة بقى عندك. باي باي. انتي هتتغدي مع السنيور نبيل؟ ايوه. يا بخت، تحبي ابعت معاكي حد يوصلك؟ لا متشكرة، انا عارفة المكان كويس. بس خلي بالك لا تتسرقي زي المرة اللي فاتت. ما تخافش، المرة دي هبقى واخدة بالي كويس قوي. اتفضل. بس كتير متأخرش في الرد عليا. من غير ما تقولي. متأكدة انك مش محتاجة حد معاكي يوصلك؟ لا ميرسي، متأخرش في الرد عليا. من غير ما تقولي. متأكدة انك مش محتاجة حد معاكي يوصلك؟ لا ميرسي، متأخرش. ماشي على رجليه. في حد ورا؟ لا يا فندم، الهدف نظيف. بينا روح. اول شارع يمين هتلاقي عربية مستنياك. حضرتك ما كنت متوقع بالظبط. فالاول اتخض، وخصوصا ادريان. هو كان في حد غير ادريان؟ انا ما قابلتش غير ادريان، بس اكيد كان في حد بيتابع المقابله وبيسجلها. عرفتي ازاي؟ كانت في كاميرا بتصورنا. حضرتك ناسي انك دربتني على الذاكره البصريه؟ لازم اخد بالي من كل حاجه وفي لمح البصر. الحاجات اللي مش باينه اهم بكتير من الحاجات اللي باينه. مش ده كلام حضرتك؟ بس عمري ما كنت متصور انك هتبقي بالمهارة دي في الوقت القصير ده. بس انا في حاجة قلقاني قوي. المكان اللي هم قاعدين فيه ده شكل وكالة انباء فعلا شغالة ومهمة، فيها ناس وموظفين وتلكس. ما هو لازم يعملوا كده. يعني ايه؟ دي وكالة انباء بجد؟ الشقة اللي بتتكلمي عنها دي كانت مكان مهجور من 10 ايام بس، هم خدوا واجروا ونظفوا وعملوا وكالة انباء. لحقوا يعملوا كده في 10 ايام؟ دي ناس محترفة وميزانيتهم كبيرة قوي. المهم اتصرفتي معهم ازاي؟ قال لي ان هم هيدرسوا طلباتي ويوافقوا او يرفضوا حسب قيمة المعلومات اللي هقدمها لهم. ده متوقع وطبيعي جدا. انت هتسافري بكرة ان شاء الله؟ ان شاء الله. المفروض اني اقابل نبيل واقضي معاه بقية اليوم. لا هتتصرفي معاه ازاي؟ والله ما انا عارفة ازاي. سامية، انا عارف ان الموضوع ده صعب عليكي. مش لازم تنسي انك انت مراته وهو جوزك. نبيل مش لازم يحس انك عارفة عنه اي حاجة. هتعرفي تعملي كده ولا لا؟ صعب. صعب يا سيد. احنا بنتعامل مع عدو مش حبيب. والعدو ده ذكي جدا وخطير جدا. ربنا يقدرني. دانكشن. لو احتجت لكم هبقى اطلبكم يا حبايبي. او فيدرزين. دانكشن. مشيو؟ مشيو يا ديفيد. هاي يا شلومو يا حبيبي، خلصت؟ وإيه رأيك؟ لو كان الكلام المكتوب ده صحيح يبقى كويس. كويس وبس شلومو؟ ايوه يا ديفيد، كويس وبس.
لحد ما نشتغل عليه ونتأكد إن كانت المعلومات دي صح ولا لأ. أنا جاهز يا حبيبي، اديني الورق وأنا أرجعهولك نقطة نقطة. هتراجع إيه يا إيزاك؟ الورق ده لازم يروح إسرائيل. إسرائيل يا شلوم؟ لازم الأجهزة المختصة تدرس المعلومات والبيانات الموجودة في الورق ده، سواء في الموساد عندنا أو في المخابرات العسكرية. لازم نتأكد من كل كلمة مكتوبة هنا. ديفيد، سامية مسافرة بكرة مصر مش كده؟ أيوة. يبقى احجز لنا على أول طيارة نازلة إسرائيل. العال، العال عندها طيارة تطلع بكرة الساعة 10، هحجز عليها 3 أماكن. مكانين بس يا إيزاك، أنا وديفيد هنسافر. وأنا يا شلوم؟ أنت هتفضل هنا في روما. حرام عليك يا شلوم، أنا ليا زمان يا أخي ما خدتش أجازة، عاوز أشوف أهلي في إسرائيل. الحكاية مش فسحة يا إيزاك، في حرب شغالة هناك، والمكتب هنا ما يقدرش يستغنى عنك ولا ثانية، فاهم؟ ماشي يا شلوم، ماشي، أصلي هنا بقى بدل ما كنت حصلي على حائط المبك. يا دوب خلصت مع ادريان ولوزر. تعالين؟ معلش يا فندم. انت بتشرب ايه؟ واين عايزه؟ اوكي. انا ميت لما بجوع، هتغدينا ايه؟ بيعملوا هنا سمك يجنن. خلاص يبقى نطلب اوردر سمك وجمبري وصمام في مي، بس بشرط. ايه؟ انا اللي عازمك. يا سلام، هو في فرق بيننا وبين بعض؟ لا مفيش طبعا، بس انا عايزه احتفل باول مبلغ اقبضه من شغلي الجديد. طب ما انت المره اللي فاتت قبضتي ما عزمتنيش ليه بقى؟ كانت مجرد عربون وانت اللي كنت مصمم انك تعزمني، لكن المره دي انا قبضت فلوس كتير قوي. فعلا؟ برافو. موافق؟ لا ما هتبقي مبسوطه خلاص. انا مبسوطه طول ما احنا مع بعض. قولي لي، قدروا شغلي كويس؟ جدا، بس بعد ما غلبتهم. بركه فيك. انا؟ ازاي؟ مش انت اللي عرفتني ازاي اعرف اتعامل معاهم؟ يبقى المرة دي بقى تشتري عربية جديدة. ما اعتقدش اني هلحق المرة دي، ممكن المرة الجاية، بس عايزها غالية وعزيزة. هزيله كده مرة واحدة؟ أقل منها؟ لا طبعا أقل منها، ازاي؟ تستاهل أكتر منها بكتير. جرايه سنابيل جعانة. أوكي أوكي حلو. نبيل ما بقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو، وهو هيخليه يحس بأن أي حاجة اتغيرت فيك. أوعي. ايه رايك في لوبستر المشوي؟ موافقه. ايه يا حبيبتي، سرحتي فين؟ ابدا، كنت سرحانه فيك. انا اسف جدا اني انشغلت عنك اليومين اللي فاتوا دول، بس انا لغيت كل ارتباطاتي، مش هسيبك لحظه لحد ما اوصلك المطار بكره الصبح. بصحتك.